شاركت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعي الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي في قمة كيو أس للتعليم العالي الشرق الأوسط وأفريقيا في دولة الكويت الشقيقة. وأكدت سعادة الأمين العام لمجلس التعليم العالي على أهمية العمل جنبا إلى جنب في تطوير قطاع التعليم العالي والسعي للتعاون المشترك وتبادل الحلول والفرص المتاحة بما يسهم في تعزيز مكانة مؤسسات التعليم العالي. واستعرضت خلال كلمة ألقتها لدى افتتاح أعمال الملتقى أبرز الإنجازات المحلية التي حققتها مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين خلال العامين الماضيين. أشارت الأمين العام إلى أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية لافتة إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي نظمت ورشة عمل بمشاركة منظمة ومؤسسات التعليم كيو أس العالي في أكتوبر العام الماضي وذلك بهدف تعزيز الشراكة الإقليمية. كما أشادت سعادتها بالقمة داعية الجميع للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والقيادية المشاركة والعمل بروح الفريق من أجل مستقبل أفضل للتعليم العالي.